في إطار تخليد الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيد على عرش أسلافه المنعمين، تم افتتاح بمقاطعة بنمسيك المركب الرياضي بنمسيك. هذا المركب اللي كيتكون من مسبح نصف أولمبي مغطى وقاعة للملاكمة وقاعة متعددة الرياضات. هاد المشاريع هادو اللي غيمكنوا من الرفع او الرقيب المستوى الرياضي على مستوى عملت مقاطعة بنمسيك وكذلك على المستوى الجهوي. هاد المشاريع هادو اللي سيد العامل ابى الا انهم يكونوا مشاريع في المستوى باش يمكن للساكنة تستفيد منهم وكذلك الأبطال الرياضيين أنهم يمارسوا الرياضة لهم في واحد الظروف اللي جيدة. بالنسبة لمقاطعة سباتة غيتم افتتاح المركز الرقمي الذكي لدعم قدرات النساء والفتيات. هذا المركز اللي غادي تكونوا فيه النساء والفتيات في ما هو معلوماتي وكذلك التجارة المعلوماتية، وغتكون واحد الحاضنة لمشاريع النساء والفتيات. النساء اللي ما كيتمكنوش انهم يسوقوا المنتوج ديالهم تما غيمكن لهم انهم يتكونوا باش يسوقوا المنتوج ديالهم في مختلف المواقع الإلكترونية. وكذلك هناك المنتزه، غيتم افتتاح اليوم منتزه السلمية. هذا المنتزه الجميل اللي غيكون حتى هو واحد الإضافة لمنطقة السلمية، وغيتمكنوا الناس انهم يتمتعوا بهذاك المنتزه. افتتاح منتزع ديال سباته بمساحه اجماليه ديال تقريبا 3 ديال الهكتارات. طبعا غادي يكون اضافه مهمه للساكنه لان ما كاينش منتزع في سباته، كاينه جرده سانداي، واليوم هاد الجرده جات باش تعطي وجه جديد وتضخ واحد الدماء للساكنه ان شاء الله. حديقه في المواصفات العالميه، الغرض منها هو ان الساكنه تنتفع بهذه المنتزهات. طبعا الغرض بيئي ايضا، لان لفات على اننا نزيدوا منتزهات في المدينه كيزيدوا من تخفيض ديال واحد القيمه ديال درجات ديال التلوث داخل المدينه، وهذا هو الهدف من خلق هذه المنتزهات، اولا للساكنه وثانيا للتصالح مع البيئه داخل مدينه الدار البيضاء. فهنيئا لساكنه سباته بالمنتزه الجديد ديالهم، نتمنى انهم يجيو ليها كل نهار، وهذا البرنامج غيبقى مستمر باقي المقاطعات ان شاء الله.